بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الزوف اللوان، تحية لكم مشتركي القناة، تحية لكل الجزائريين وين ما كانوا. رجعنا لكم في فيديو جديد. اليوم راح نتكلموا على المنتخب الوطني، نتكلموا على تربص المنتخب الوطني في الدوحة القطرية. اليوم بعد المقابلة الأخيرة للمنتخب الوطني ضد المنتخب المالي، اليوم ينهي المنتخب الوطني تربص قطر، وعلى بعد أسبوع باش يلتحق بالقاهرة عاصمة المصرية، وهذا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا المقرر إجراؤها بمصر، كأس أمم 2019. المنتخب الوطني اليوم شارك في مقابلة ضد المنتخب المالي، وين فاز منتخبنا الوطني، فاز 3-2 ضد المنتخب المالي. للأسف المقابلة ما كانتش منقولة على المباشر باش نشوفوها، ما كانش حتى صور باش نعلقوا عليها أو نتكلموا عليها. راح نتكلموا على الأهداف، نتكلموا على الشيء الملفت في هذا التربص، الحاجة الإيجابية في هذا التربص، ما نتكلموش على الجانب السلبية، تكلمنا من قبل وتكلمنا، اليوم راح نتكلموا على الجوانب الإيجابية وتكلموا على هذه النتيجة اللي إن شاء الله راح تكون فعل خير على المنتخب الوطني في هذه النهائيات. المنتخب الوطني اليوم لعب كونتر منتخب مالي، منتخب قوي عنده الكثير من اللاعبين اللي ينشطوا في الكثير من الأندية الممتازة في أوروبا. دخل هذه المقابلة جمال بن ماضي بتشكيلة تقريبا كانت منتظرة. المنتخب الوطني كان منهزم في النتيجة بعد تسجيل المنتخب المالي هدف عن طريق ضربة جزاء، وبعد الدقيقة 40 بونجاح يعد النتيجة من تمريرة من يوسف بالليلي، تمريرة لبونجاح، بونجاح يسجل هدف التعادل، ثم المنتخب المالي يسجل الهدف الثاني، وبعدها يسجل بالليلي عن طريق ركلة الجزاء هدف التعديل. مشات المقابلة بعد تغييرات، بدأوا تغييرات، يدخل جمال بن ماضي أوندي ديلور لاعب مونبولي في أول مشاركة له مع المنتخب الوطني. أوندي ديلور سمحت له الفرصة باش يسجل أول هدف له مع المنتخب الوطني ويهدي الفوز للمنتخب الوطني بعد التمريرة الحاسمة من رياض محرز. أوندي ديلور يسجل أول أهدافه ويدخل مباشرة مع المنتخب الوطني، وبأي طريقة بأول هدف راح تكون بمثابة القفزة النوعية لأوندي ديلور مع المنتخب الوطني، وراح تكون عندها الجانب الإيجابي من الناحية النفسية لأوندي ديلور مع المنتخب الوطني. وشفنا وقرينا في الصفحة أو الحساب الرسمي لأوندي ديلور وين شكر المنتخب، شكر الناخب الوطني وشكر اللاعبين اللي ساعدوه، وفرح وبين انه فرح كثير لهذا الهدف مع المنتخب الوطني، وتمنى ان شاء الله النجاح وطالب الناس باش يدعموه. كما ذكرنا هذا هو فيما يخص مقابلة تاع اليوم. المهم الفوز، والفوز بهذه الطريقة. هذه هي المنتخب الوطني فاز بالنتيجة 3-2، نتيجة لبس بها، وين شفنا بروز بالليلي وبنجاح. بنجاح اي مقابلات كاع كامل اللي لعبهم في اخر 5 مقابلات سجل. هذه بمثابه شيء ايجابي لبونجاح، والملفت ايضا للنظر هو طريقه اللعب مع بالليلي. الناس كامل ما يعرفوش باللي بالليلي لعب كثير مع بونجاح، وهما من خريجي من مدرسه ليرسيجي ورائد غرب وهران في مدينه وهران، هذه المدرسه العريقه في وهران. فريق هذا على الرغم من انه فريق صغير في وهران ويلعب في المستويات السفلى، الا انه خرج كثير من اللاعبين من بينهم بونجاح وبالليلي. هذا راح يكون فايدة للمنتخب الوطني والفايدة لجمال بن ماضي، لانه شوفوا كاين تفاهم كبير بين بونجاح وبالليلي، ان شاء الله يعود بالفايدة للمنتخب الوطني. هذا فيما يخص فيديو تاعنا اليوم، تكلمنا على هذا التربص. اقل من اسبوع على بدايه نهائيات كاس افريقيا. ايضا الشيء الايجابي انه المنتخب الوطني ما كانش هناك اصابات، ما عدا اصابه خفيفه لادم الناس، وادم الناس اللي راه في العلاج، اللي راح يكون ان شاء الله حاضر في اول مقابله مع ضد المنتخب الكيني. نتمنى ان شاء الله توفيق المنتخب الوطني. شكرا على المشاهدة. سلام.